قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية: لقد بدأت مملكة البحرين بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد في اتخاذ العديد من الخطوات البارعة لتخطي المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المملكة حاليا بسبب فيروس كورونا. ومن بين تلك الخطوات توجيهات مصرف البحرين المركزي للبنوك والمؤسسات المصرفية بتأجيل سداد القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر، الأمر الذي سيساهم في إيجاد سيولة نقدية لكل مواطن في المملكة من أجل إنعاش الدولة الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية، علاوة على تخفيف الأعباء على المواطنين في هذه الفترة خاصة الشباب منهم. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: يمتلك الشباب البحريني العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذه الفترة الاستثنائية تحتاج هذه المؤسسات إلى الدعم والمساندة من أجل مواصلة عملها بصورة طبيعية، ومنها توجيهات المصرف المركزي بتأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر، وسيسهم كثيرا في إنعاش الاقتصاد البحريني، وسيكون مردوده واضحا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب البحريني، والذي سيتمكن من مواصلة العمل بصورة متواصلة ويضع التطوير أساسا لعمله في هذه الفترة. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تأجيل سداد القروض يستهدف دعم استمرارية الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب البحريني وتحقيق نمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات تطور الاقتصاد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة البنوك والمؤسسات المصرفية إلى التفاعل الإيجابي مع توجيهات مصرف البحرين المركزي، الأمر الذي سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة للمواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يقودها ويديرها الشباب البحريني. أعرب سموه عن تقديره لكل القائمين على متابعة القرارات لدى مصرف البحرين المركزي ولدى البنوك الوطنية على جهودهم وعلى مبادراتهم والتي أثبتت مدى اهتمامهم بأمور الشباب وأمور كل فرد بحريني.